واقفين هنايا كنت سمعنا الصداع والغوات وجينا كنجري ولقينا العمارة اللي في مورانا عليها تحت البارك ودابا كلشي السكان دابا تجرعوا وكان العمارة كاملة تحركات وجينا كنجري ولقينا باركو طاح وسبحان الله العظيم ديما كانت الدنيا عامرة إلى اليوم خاوية بفضل الله كنت الدنيا عامرة كتكون هذه الصورة هذه وكتكون الموحل هنايا كتكون الدنيا عامرة ما حلش شريكين شكرا كون بعدو ليلة ربما طاحش على هذيك هي غطيه حرام غطيه شتي هذيك وسطها